عن ضربتين الجزاء. هقول لك حاجه، انا عايز ابعد عن حاجتين. عايزين نبعد عن القرارات التحكيميه خالص، مالناش دعوه بيها خالص. لا لا لا، مش هنتكلم فيها كده، مش قصدي كده. مش هنتكلم على القرارات التحكيميه. انا هنتكلم ان احنا يعني حضرتك طبعا عندك خبرات كبيره جدا، وهنتكلم ان احنا ملمين بالقواعد التحكيميه يعني نوعا ما. مش هنقول اصل خلاص الموضوع اتحسم وخلاص. لا انا بتكلم ان مش المفروض ان اي تلامس في ال 18 ضربه جزاء، ضربه جزاء طبعا. مش المفروض ان انا كلاعيبه كابتن علاء بحاول ان انا لو حد لمسني عشان اجيب ضربه ذكاء لعيب. يعني برشلونه والريال اللي كنت بتكلم قبل حضرتك تدخل، برشلونه والريال بيجيبوا لهم حد يعرف يوقعهم ازاي، بحيث ان هو ياخد عين الحكم عشان ياخد ضربه جزاء. هو دايما ضربه الجزاء فيها نسبه ذكاء كبيره جدا من اللاعب نفسه. بالظبط، ازاي فن تعرف تاخد ضربه جزاء وانت وذكائك وانت وشطارتك بتحصل. بالظبط، وهي بس المشكله ميدو ان الحكم يخرج مرتين على الفار بعد ما يدي الـ القرار. فدي خروجه بعد ما يدي القرار دي هو خطا اساسا، هو اللي مد القرار يا كابتن. بس احنا شفناها قبل كده في بطولات كبيره جدا، الحكم بيخرج كتير جدا وبيدي قرارات. هم بيشوف الفار مش بعد ما ياخد القرار يا ميدو، بيقولوا في لعبه فلانيه ارجع تاني. لكن هو خد القرار، عارف لو خد القرار ما طلعش بره الموضوع انتهى تماما. خلاص. لكن هي حته التوقف المباراه ويطلع ويرجع تاني، لكن اتحسب ضربتين جزاء والاهلي فاز 3-1 وفي ضربه جزاء للترجي خلاص. كل الاحداث دي خلاص بقت ماضي. احنا دايما بنتكلم على ان شاء الله يوم الجمعه. لكن الاحداث اللي بتتكلم عليها دي ميدو بعض الناس عملوا منها بالظبط. عشان كده بتكلم مع حضرتك ليه؟ علشان نبين الناس ان الموضوع فعلا يعني ما كانش فيه ظلم باين قوي. يعني ما جبناش، ما يعني ما فيش هدف مثلا الترجي جابه الحكم لغاه. احنا ما جبناش جون مثلا في مثلا بالايد في اوفسايد. في هو ضربتين جزاء، كل الكلام على ضربتين جزاء. الضربه الاولى فيها تلامس، حتى لو وليد زود الوقعه مفيش مشكله خالص. انا بقول لك لكن فيها تلامس، هي ذكاء اللعيب. بالظبط. وضربه الجزاء الثانيه هو بيتكلموا، يعني الكابتن جمال الشريف لما طلع حل ضربه الجزاء الثانيه قال ان ضربه الجزاء الثانيه كانت فاول على وليد ازارو قبل ما تبقى ضربه جزاء. طب هل هو التحكيم بياخد بالموقف الواحد ولا هي لعبه وانتهت وبقت لعبه ثانيه؟ الحكم شايف اللعبه الثانيه. بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه، اللي هي بتاع اللي هي لوليد. فاهم انت؟ الهجمه ليك انت، النادي الاهلي دايما المهاجم هو اللي متشاف. بالظبط، انت فاهم. فهو خد اللعبه الثانيه، اللعبه الثانيه في حصل تلامس بين المدافع ووليد ضربه جزاء. يعني دي لعبه التانية منفصله. بالظبط، ما ينفعش ان انا ابنيها على ضرب وليد للمدافع. هي ميدو زي ما بقول لك انا. الموضوع الناس كبرته جدا جدا. وتحس ان النادي الاهلي سرق المباراه، مع ان انا شايف ان الموضوع لا خالص. عشان كده بكلم حضرتك في الجزئيه دي عشان نهدي الدنيا ونقول فعلا الموضوع ما بنتكلمه بالعقل. بنتكلم بالعقل. ما انا بقول لك ان ضربه الجزاء ما ينفعش تبقى موقف واحد. لا، هي موقفين. موقف وليد فعلا ضرب الراجل، يعني كان ممكن الحكم بعد ما يدي ضربه الجزاء يطرد وليد لو عايز. كان ممكن لو شاف بص يا عبد الحميد، لو شاف خطا وليد الاول، لو شافه ممكن يكون شاف الخطا ده خالص. احنا بنحسب ان هو شاف الخطا بتاع وليد اللي في الاول. طب ما ليه ما شافش؟ يمكن شاف الخطا الثاني ما شافش خطا وليد الاول، عشان كده هو خد اللقطه الاخيره. اللقطه الاخيره المدافع مع وليد. بالزبط. لكن ما شافش وليد حته التلامس اللي حصلت مع المساك. طبعا وليد غلطان، ما كانش لازم يعمل كده عشان بس نبقى محقين يعني. ما انا قلت. لكن هو شاف اللقطه الثانيه اللي هي فيها ضربه جزاء واضحه. بس فضربتين جزاء هو الناس كتير جدا شككوا فيها، حسيتوا مثلا الاهلي سرق المباراه. النادي الاهلي بعيد كل البعد، مش محتاج حاجه من جامله ان هو يكسب مباراه خالص. معروف مين هو النادي الاهلي. بتتكلم على سيد اسياد افريقيا. مش محتاج انا حكم من جامله عشان اكسب مباراه خالص. بالزبط. لكن هو الحكم تقديره كده، هو اللي بيحكم، هو اللي شايف. فخلاص كل احترام للحكم ده. وبعدين ما احنا ياما قاسينا من الحكام، ياما احنا خاصين بطوله افريقيا بتاع الرام، وانا كنت في الجهاز بايد ضربه ايد دخلت مكسب والترجي، انت فاهم يا ميدو. ف يعني ما احنا بنتقبل الاخطاء بتاع الحكام. بالظبط، هي لكن هو الموضوع زاد جامد جدا، الناس اللي نفخت فيه. طبعا، ووصل للمرحله اللي تقريبا يعني حد امبارح، لا اعتقد ان الامور خلاص هدت. لان كل ما بتعدي، كل ما بتقرب للمباراه يا ميدو، الموضوع ما بيزيدش. بالعكس، انت خلاص بقى بتركز في ال 90 دقيقه. وزي ما كنا بنتكلم، كنت بتكلم مع صديقنا العزيز ايهاب الاسبوع اللي فات، قلت له ايهاب 90 دقيقه في القاهره، 90 دقيقه في رادس، مش 90 دقيقه هنا بس خالص. بتمنى ان شاء الله نكسب 2. الحمد لله كسبنا 3-1. يمكن حتى تمنيت، بقول مش عايز نقبل اي اهداف خالص هنا. حصل هدف، هو عايشين على الهدف ده. 3-1، هو عاش على الهدف ده. لكن لما تيجي تحسبها ونتكلم في المباراه 2-0، لا فاهم، لما تيجي تحسبها في المباراه ونتكلم، لا الموضوع صعب جدا. انت بتتكلم في
حاجه بعيده قوي انك تشوف تكسب النتيجه دي مع النادي الاهلي بعظمته بلعبته بجماهيره بكل حاجه. تعال نشوف اجواء التمرين كده دلوقتي في تونس. اتفضل.